الوضع الاستراتيجيه كعمليه ديناميكيه مستمره تاخذ لابد ان تاخذ وقتها، خاصه في السياق الذي نتحدث فيه. فاعتقد ان فكره الاراده السياسيه والالتزام السياسي تتجاوز مجرد الاعلان والتاكيد على اعلى مستوى سياسي لوضع الاستراتيجيه وتبنيها، وان كان هذا في غايه الاهميه، وانما تتجاوز ذلك اهميه توفير البيئه الداعمه لاداره هذه العمليه الديناميكيه بكفاءه وفعاليه من خلال تخصيص موارد فعليه التي تستطيع تنفيذ الاستراتيجيه بجانب، وتوفير الاطر الاساسيه الملائمه ودعم المؤسسات المرغوب فيها تنفيذ هذه الاستراتيجيه حتى نستطيع ان نقوم بها بنجاح. اسفه على الاطاله، وانما هي مجرد ملاحظات برضو اردت ان اشاركها مع حضرتك. شكرا جزيلا سياده الباحث. عسلامة مدام سحر، ومرحبا بيك في تونس. يشرفنا حضورك في المنتدى هذايا. نجم نسألك بعض الأسئلة؟ هل تكريس قيم المواطنة فيه ضمان لحماية المجتمعات من الفساد؟ أولاً أنا سعيدة جداً بوجودي في تونس، مش أول مرة أكون في تونس، رابع مرة، وكل مرة أزداد سعادة بوجودي هنا وبرجع مصر مستفيدة تماماً، يعني علمياً وثقافياً واجتماعياً الحقيقة من وجودي في تونس. بالنسبة لسؤال حضرتك، هناك علاقة وثيقة بين المواطنة ومكافحة الفساد، ولن أقول الفساد، وبالعكس يعني هناك علاقة بين المواطنة ومكافحة الفساد، في مقابل أن هناك علاقة بين افتقاد المواطنة وتفشي الفساد. المواطنة تقوم على التكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق وأداء الواجبات، هذا هو مفهوم المواطنة بصفة عامة، في حين أن الفساد يفتح الباب أمام المحسوبية، أمام المحاباة، أمام التعدي على حقوق الآخرين وحرمانهم من هذه الحقوق لصالح آخرين لا يستحقونها، وبالتالي هو يؤدي إلى تفشي إحساس في المجتمع بالقهر. أقصى إحساس ممكن يكون عند الإنسان عندما يشعر أن هناك حق له لا يستطيع أن يحصل عليه، بينما يحصل عليه فرد آخر ليس من حقه هذا الشيء الذي تم الحصول عليه، وبالتالي هو مدمر على البنية. تفشي الفساد مدمر على البنية الاجتماعية للمجتمع، وأكثر من يتأثر الحقيقة بتفشي الفساد ويؤثر عليه نفسيا ويؤثر على إحساسه بالانتماء وبالمواطنة هم بالتأكيد فئة الشباب، لأنهم هم الفئة التي تتميز بالطموح، المستعدة أن تعطي وتعمل حتى تحقق الأهداف التي تسعى إليها. فتصوري عندما يكون هناك شاب يستشعر أنه قام بكل ما عليه أن يقوم به، ومع ذلك في نهاية الأمر لم يستطع أن يحقق ما كان يطمح إلى أن يحققه من مكانة أو وظيفة أو عمل أو حصول على أي شيء كان هو يعتبره من حقه، وأنه أدى واجبه كاملا للحصول عليه، ومع ذلك أتى من لا يستحق لينتزع منه هذا الحق. فدائما ما نقول أن انتشار الفساد يؤدي إلى تفكك المجتمع، يضعف التماسك المجتمعي، يؤدي إلى تفكك المجتمع، يضعف من فكرة دولة القانون، لأن المواطن تفشي الفساد يساوي مباشرة أن المواطن لا يستطيع أن يحصل على حقه مباشرة من خلال القانون، وإنما يصبح لزاما عليه أن يلجأ إما إلى انتزاع حقه بالقوة أو التحايل من خلال الرشاوة وأي ممارسات أخرى للحصول على حقه، أو يلجأ للعنف، وهو أخطر شيء أن يلجأ للعنف لانتزاع حقه الذي لم يستطع أن يحصل عليه بالقانون. شكرا مدام. شنو المشاريع التي وضعها مركز العقد الاجتماعي في مكافحة الفساد؟ مركز العقد الاجتماعي هو بالأساس
مشروع مشترك بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومجلس الوزراء المصري، هو Think Tank، مركز فكر، مركز بحثي يعمل على محورين أساسيين: محور الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من جانب، ومحور العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر من جانب آخر. نحن نتعامل مع الجانبين، محاربة الفقر ومكافحة الفساد هما وجهان لعملة واحدة، لا يمكن التعامل مع أحدهما دون التعامل مع الآخر، كلاهما سبب ونتيجة. تفشي الفساد يؤدي إلى زيادة وتعميق الفقر، والعكس صحيح، فتفشي الفقر من جانب يدفع بعض الناس في كثير من الأحيان إلى يعني اتباع أساليب وممارسات فاسدة، والتسامح مع قيم النزاهة والتنازل عنها نتيجة الظروف القاسية التي يعانون منها. في مركز العقد الاجتماعي احنا بدأنا بأجندة بحثية مكثفة حول كيفية التعامل مع ظاهرة الفساد وكيفية مكافحتها، فبدأنا بسلسلة من الأنشطة البحثية حول الثغرات في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، ما هي الثغرات الموجودة فيها التي تعيق هذه المؤسسات عن أداء عملها بالصورة الواجبة. نظرنا في الثغرات التشريعية والقانونية الموجودة، أي التشريعات نفتقد وجودها ويجب أن تكون موجودة، مثل التشريعات التي تتضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات والشفافية، التشريعات التي تحمي المبلغين والشهود. كيف يمكننا أن نتحدث عن مكافحة الفساد بدون أن نعتمد على الإبلاغ بالأساس عن ممارسات الفساد؟ وإذا كنت تريدين مشاركة حقيقية من المواطنين في الإبلاغ عن الفساد، لابد أن يكون هناك إطار تشريعي يحمي الشهود والمبلغين في مثل هذه الحالات. فكما ذكرت أجرينا سلسلة من الأبحاث حول الثغرات المؤسسية، الثغرات التشريعية في الأطر القانونية، قمنا بعدد كبير من ورش رفع الوعي العام وبناء القدرات، سواء منها الموجه لمنظمات المجتمع المدني وهي في غاية الأهمية إذا كنا نتحدث عن ظاهرة مثل ظاهرة الفساد. لا يمكن للكيان الرسمي فقط للدولة أن يقوم بالتعامل معها، وإنما هي ظاهرة لها جانب قيمي ولها جانب ثقافي، ولابد أن تصلي إلى الجذور، إلى الأرض للتعامل معها. وبالتالي نحن في حاجة شديدة إلى التعاون والتنسيق والتكامل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع. فنفذنا عدد كبير من برامج بناء القدرات ورفع الوعي، ليس فقط على مستوى منظمات المجتمع المدني، ولكن حتى على مستوى الحكوميين، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو على مستوى الجهات المعنية بمكافحة الفساد. ساعدنا الحكومة نفسها في إعداد التقرير الذاتي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فبالمناسبة مصر مثل تونس تماماً، دائماً يعني شقيقتان، الدولتان سوف يتعرضان للاستعراض وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وفقاً للاتفاقية في هذا المجال. سوف يتم استعراض الدولتين تقريباً في نفس الوقت في بداية 2014، ومفترض على كل دولة أن تقدم تقريراً ذاتياً تحلل فيه الثغرات المؤسسية والقانونية الموجودة في الهياكل المعنية بمكافحة الفساد. مركز العقد الاجتماعي في مصر شارك مع اللجنة الرسمية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، في إعداد التقرير الذاتي في هذا السياق. فما بين الأجندة البحثية المطلوبة، ما بين برامج رفع الوعي وبناء القدرات سواء للمجتمع المدني أو للجهات الحكومية، ما بين دعم الجهات الحكومية في الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقات الدولية، تتنوع في هذا الإطار أنشطة مركز العقد الاجتماعي. عايشك مدام سحر، بارك الله فيك ومرحبا بيك مرة أخرى معنا في تونس. عايشك، شكرا، أهلا بيكم وسعيدة بوجودي مع حضراتكم دايما. أهلا.